انطلقت فعاليات المؤتمر الانتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة في بورسعيد، وقد توفد العديد من قيادات وأعضاء حزب الوفد ببورسعيد وعدد من المحافظات، وحضور أعضاء الهيئة العليا ونواب حزب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ وسط احتفالية كبيرة ومشاركة المرشح الرئاسي. وأوضح المشاركون أن برنامج عبد السند يمامة يشمل على عدد من الإصلاحات الاقتصادية ومشروع مهم في التعليم.